إليه عرض الحائط تبدأ في ملء السد بشكل أحادي دون أي اتفاق لا مع مصر ولا مع السودان ولا مراعاة للاتفاقيات اللي حصلت قبل كده. يمكن شفنا التطورات اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، وزارة الري والموارد المائية المصرية ردا على الخطاب اللي أرسله وزير الموارد المائية في أثيوبيا، ردت وأرسلت خطاب إلى جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي بتخطرها فيه برفض القاهرة ملء أثيوبيا لسد النهضة. والوزارة أعلنت في تعليقها للاجتماعات حول سد النهضة، والسودان خدت نفس الموقف أيضا. الأثيوبيون كتبوا على الموقع الرسمي لأثيوبيا أن مصر تصدر مياه النيل على شكل خضروات وفاكهة بمبلغ 5 مليار دولار وتدعي الفقر المائي. يا سلام. ولكنهم لم يكتبوا أن مصر أكبر مستورد للغذاء في أفريقيا، وبتستورد حوالي 65% من غذائها بسبب شح المياه بتكلفة حوالي 15 مليار دولار سنويا، ونصدر بنحو 2.5 مليار فقط وليس 5 مليار. كتبوا أن مصر تستولي على كامل مياه النيل وتتركنا بدون مياه ولا زراعة، بينما البيانات الرسمية لأثيوبيا تقول أنهم يزرعون حوالي 84 مليون فدان، بينما تزرع مصر 8.6 مليون فدان. أثيوبيا تزرع وقودا حيويا فقط بمساحة 10 مليون فدان، أي أكبر من كل المساحة الزراعية في مصر، وأنها تصدر البن العضوي، كما أنها ثاني أكبر مصدر في العالم للغذاء العضوي لكل دول العالم. أثيوبيا تمتلك 100 مليون رأس ماشية يتغذون على مياه الأمطار والمراعي الطبيعية، مقارنة ب 8 مليون رأس في مصر تتغذى على البرسيم اللي يعني أثر على محصول القمح وجعل مصر من أكبر مستورديه في العالم. نصيب الفرد من المياه في أثيوبيا 3 أضعاف نصيب المواطن المصري، كما أن الطبيعة الجغرافية لأثيوبيا كما يقول دكتور نادر نور الدين بتساعدها على توليد الكهرباء من الرياح. طبقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، الأبقار الماشية في أثيوبيا تستهلك 500 مليار متر مكعب كل 3 سنوات، أي نحو 170 مليار متر مكعب في السنة. طيب كل ده ما يخليناش نقول إيه اللي بيحصل. نحن في حاجة إلى أن يتحرك المجتمع الدولي لإلزام أثيوبيا بالمضي قدما، حتى القمة اللي عقدها اتحاد هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي مؤخرا وتم التوصل فيها إلى نتائج محددة، حتى دي تم الغدر بها. وشوفنا بعد الاجتماع اللي فات البيان اللي صدر من أثيوبيا كان شكله ازاي، مما اضطر مصر والسودان الى تعليق المفاوضات اللي كان مفروض تبدأ النهاردة الخميس. مصر من البداية قالت بالحل السلمي، وما زلنا متمسكين بالخيار السلمي، لكن نذهب لمن؟ بالتأكيد الاتحاد الافريقي اول وجهتنا، وعشان كده مصر اخطرت برؤيتها لما جرى وطالبت الاتحاد الافريقي بتفعيل دوره. ولكن ايضا هناك منظمات دولية لا يمكن إن احنا نتغاضى عنها في حال فشل الاتحاد الإفريقي. أمامنا مجلس الأمن الذي نظر هذه القضية في وقت سابق، يجب أن يتدخل. أمامنا الولايات المتحدة الأمريكية راعية المفاوضات التي جرت قبل ذلك في واشنطن، لابد أن تتدخل وتلزم الجانب الأثيوبي بأن يمضي، وأن تكون هناك آلية قانونية لفض النزاعات، أن يكون هناك اتفاق قانوني، أن يكون هناك اتفاق فيما يتعلق بملء السد وتخزين المياه زي ما اتفقنا قبل كده في فترات محددة. لما تجيش تاخد كل